في البدء محاضرتنا هتكون مثل ما ذكرنا بعض المزايا المهمة لتطبيق الجوجل ميت التي يمكن إضافتها إلى الكروم اكستنشنز، اللي هي تكون إضافات ملحقات أو مزايا ممكن تضاف إلى الجوجل ميت وممكن نستفاد منها في كثير من المهام كل حسب ميزته. في البدء سأتطرق بصورة سريعة وبسيطة إلى المزايا التي سنتناولها في محاضرة هذا اليوم، وإن شاء الله نذكرها بالتفصيل ميزة ميزة. الميزة الأولى اللي هي الجوجل ميت جريد فيو، العرض وعرض تقديمي يكون في الشاشة في الجوجل ميت، وبإمكان الميزة الأخرى ميوت أول أون ميت، بالإمكان نجعل الوضع الصامت للمايك لجميع الطلبة. والميزة الأخرى اللي هي ميت فور تيشرز، اللي هي فقط خاصة بالتدريسيين وراح نتطرق إلى هذه الميزة. وأيضا جوجل ميت بوش تو توك ميزة، وميزة أخرى دولت، والميزة الأخيرة الميت أتندنس. سأذكر هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله مع زميلي علي. أخذ 3 مزايا اللي أذكرها أني، اللي هي Just One Click اللي هو المايك، تحكم بالمايك بالنسبة للحاضرين، والميت فور تيشرز. وهناك ميزتين للميت أتندنس، سأذكر ميزة واحدة والأستاذ علي سيذكر الميزة الأخرى. فإذا أردنا أنه نضيف أي ميزة نذهب إلى جوجل وفقط نكتب هذا كروم ويب أو كروم ويب ستور، هذه الكلمات الثلاث. وبالإمكان الذهاب بعد أن ذهبنا إلى هذا الجوجل ويب ستور اللي هو مخزن أو مثل ما احنا عندنا في الأجهزة الخاص بالتطبيقات بالكروم، ومن ثم نذهب إلى الاكستنشنز اللي هي الملحقات الإضافات شو تحبون تسموها سموها. وبهذا الشكل في السيرش مثلا نريد ميزة على سبيل المثال بوش تو توك، مجرد الضغط عليه هذه الميزة هي أمامنا. إذا نحب نضيفها للكروم هذه الميزة فقط هنا Add to Chrome نضيفها. هنا ملاحظة مهمة جدا أعزائنا الأساتذة الأفاضل، أنه بعض المزايا تتطلب أكسس أو وصول إلى الدرايفر أو بعض الأشياء الخاصة بالحاسبة أو على الجوجل الحسابات وغير. هذه برأيي الخاص يعني والمتواضع أنه ما نقدر نضيفه، ممكن يسبب لنا مشاكل. ولكن لو تلاحظون فقط من نقول له Add to Chrome بدون أي مشاكل، هنا أضافت إنه وما طلب من عنده أي أكسس فقط للجوجل ميت. فنضيفه الخطوة الأولى ضفناها، وهنا أيضا ضفناها كإكستنشن، وهنا ظهر لنا هذا الشريط أنه تم إضافتها بنجاح إلى الكروم واللي هي خاصة فقط بجوجل ميت. ثم إن شاء الله سنذهب إلى الميت مثل ما تعرفون حضراتكم هذه واجهة الميت، فقط نضغط على اجتماع جديد. ومن هنا يعني فقط انه للتذكير هذه انا ما اذهب على ميزة ميزة كيف اضيفها، ولكن انا ذكرتها بصورة مبسطة. والباقيات نفس الاسم ممكن هنا على الهوم وبالسيرش، ونكتب اسم الميزة اللي نريدها ومجرد مثل ما ذكرت نضيفها وتضاف الى الجوجل ميت. هسه احنا نريد التطبيق العملي لكل ميزة، بالتالي تطبيقها هي اهم شيء. ف start new meeting على سبيل المثال، واكتب انه حيدر و continue، راح يظهر لنا هاي النافذة. هذا التطبيق راح يذكر استاذ علي ان شاء الله هو انه كيف اني اسجل حضور الطلبة الكترونيا. انا اذكر ميزة اخرى
لهذا احنا راح نذكر هنا ان شاء الله، هذه بس مجرد انه نضغط ندخل على الميت. انا راح انسخ الرابط لزميلي الاستاذ علي على مود انه يساعدني ببعض الاشياء. هنا ظهرت لنا هذه الشاشة قبل لا أبدأ بأي شيء، وهو ملاحظة ممكن أغلب الأساتذة يعرفوها، لكن أيضا فقط للتنبيه. يعني أعزائي الأساتذة، دائما إحنا من ننشر الرابط مال اللي خاص بالمحاضرة. هنالك ملاحظتين مهمة جدا. أول شيء إنه لازم إحنا نكون أول الحاضرين. لماذا؟ في بعض الأحيان إذا أنطينا الرابط وما ضبطنا منه، اذا قبل لا نبدا بالميت عندنا هذا الهوست كنترول اللي هو التحكم من قبل صاحب الفيديو او الذي انشا الرابط اللي خاص بالميت. هنا الضبط مهم جدا، وهي ايضا بعض التحديثات التي اضافتها جوجل الى هذه الميزه او الخاصيه. هنا عندنا مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى أنه دائما احنا يتطلب من عندنا قبل أنه يدخل لأي محاضرة، إذا عندنا محاضرات أو عندنا ورش تدريبية، أو أكثر شيء أنه إذا عندنا محاضرات مع الطلبة لازم نعرف هذا الشخص اللي داخل إنه منه، بالتالي لازم يطلب إذن بالدخول. هاي الميزة الأولى ممكن أنه تسوي لها تيرن أون. أما إذا كان الطلبة هم مسجلين في الصف الإلكتروني فممكن اخليه ايش مفعل، بس بالنسبه لي انا ما اعرف اللي موجودين بعض الاحيان ممكن اخليه غير مفعل حتى اتاكد فقط الحضور اللي المطلوب عندي. مثلا عندي مجلس قسم غير الاشياء، ممكن انه فقط الاشخاص معينين اللي ممكن ادعوهم لهذا الاجتماع. ايضا اتحكم بمشاركه الشاشه معي. بعض الطلبة ليس لديهم الخبرة الكافية، ممكن يفتح الشاشة وممكن يشارك الشاشة معي وبدون أنه علمه، بالتالي أنا هذا الشيء ما أفعله، أخليه مغلق. وممكن أنا أطلب إذا أريد أفعله ممكن أفعله لوقت بسيط ومن ثم أغلقه. والآخر شيء نخليه مفعل هو إرسال رسائل، قال أنه الشات. فهذه بعض الـ ممكن نقول انه الضبط قبل الدخول الى الميت. ومن ثم انا ارسل الرابط الى الطلبه بعد انه انا جهزت الميت وضبطت الميتنج. وهنا تشوفون ميتنج سيفتي، انه تأمنت من الاشياء انا ضابطها، وحتى من ارسل للطلبه اكون جاهز بهذا الشيء. بعد انه ما انه كملنا هذا الضبط اللي موجود، يعني نجي على الميزات اللي ذكرناها. الميزة الأولى أعزائي وأساتذتي الأعزاء، هنا الميزة الأولى اللي راح نتطرق إلها بإذن الله هي ميزة الميت فور تيشرز. مثل ما تلاحظون هنا أيضا ممكن ملاحظة بسيطة، إذا أريد هذني المزايا اللي ضفتها تظهر لي بالشريط هنا بالأعلى، بس مجرد أضغط على هذا الدبوس لا تلاحظون اختفت ومن ثم أضافت، كأنما أنا أريد أنه أبرزها بالشريط. فأنا أذهب إلى أول ميزة اللي هي Meet for Teachers. هذا الميزة اللي تخص هذا الميزة العفو، انهم بالامكان غلق الرابط اللي خاص بالميزة. تلاحظون انه هذا هو حرف الان الخاص بالميزة. تلاحظون قبل لا افعله هو لونه اسود، عندما افعله تلاحظون صار لونه اخضر. بالتالي هنا ممكن هو ليس اغلاق، ليس مثل الزوم. اذا تلاحظون من اغلق الزوم ما حد يقدر بعد ايش يدخل للاجتماع، لا هذا يختلف، انه هذا اذا اغلقته انه اتغاضى عن طلبات اللي تجيني انه للانضمام. يعني هسه ممكن معاي استاذ علي يساعدني بهذا الشيء،
اني غالق العفو الاجتماع، واستاذ علي يحاول الانضمام. اذا تلاحظون اكو صارت عندي مثل النغمه اجتني، ولكن لا يظهر الاسم هنا، ما يظهر لي اسم الشخص. يعني بعض الاحيان صراحه يصير ازعاج للاستاذ، هو يشرح وكل ساعه لازم يسوي ادمت بنص المحاضره انه قبول للي ينضمون، وهذا يسبب ارباك للمحاضره. انا محدد وقت المحاضره ممكن اسمع 5 دقائق 10 دقائق للحضور، ولكن مو يجي الطالب بنهايه المحاضره ويريد يدخل للاجتماع او لورشه او ممكن اي شيء اخر. حتى اني فعلته، حتى اني حلغي على مود انه ابين لكم كيف يرجع الى طبيعته الميت. وممكن استاذ علي هسه يدخل لي الرابط بهذا الشيء، تلاحظون حاليا فعل عندي، بالتالي بس مجرد الضغط هنا تلاحظون راحت عندي النافذه اللي يطلب طلب الاذن بالدخول، مجرد اوخره صارت ايش غير مفعل، وبالتالي سويت له ادمت وصار عندي حاضر الطالب. هاي الميزه الاولى بصوره مبسطه وشرح تفصيلي. نذهب الى الميزه الاخرى، وهي ميزه ميوت اول اون ميت. تلاحظون هذا بعد ما اضفناه، بعض الطلبه من الصعب السيطر عليهم، وايضا في الورش التدريبيه محاضرات صعب انه اذكر اسم واقول له سد المايك، اغلق المايك من يمك، واذكر الاسماء كلها. هذا لو تلاحظون هي هاي الايقونه مالته، يظهر لي في الشريط اللي خاص بالميت هذا الايقون. هسه على سبيل المثال عندنا هنا استاذ علي، لو تتفضل حضرتك انه تفتح المايك. اذا فتح المايك استاذ علي، اي نعم، بهذا بالتالي ضغطه واحده يعني اغلق المايكات مع الطلاب جميعا ضغطه واحده، يعني مو طالب وطالب، كل مايكات اللي الحاضرين معاي او الحضور. بالتالي هاي ميزه حلوه ممكن انه انا استغلها، ليش انه انادي على طالب طالب ويضيع الوقت عندي، ممكن ضغطه واحده يكون عندي جميع الطلاب في الوضع الصامت او الميوت. هاي الميزه الثانيه. الميزه الثالثه اللي احب اتطرق الها، اللي هي اني اريد اسوي حضور الكتروني للطلبه. صراحه من شفت هناك عديد من المزايا للاتندنس او الحضور الالكتروني. بعض البرامج او برنامج اللي مرسوم عليه مثل التفاحه الحمراء وعليه تشيك صح، هذا البرنامج من انا بتنزله طلب عندي اكسس، يراد مني اكسس للدرايفر مالتي وبعض الاشياء اللي موجوده، اللي هو صعب انه انا اسمح بالوصول الى هذه الاشياء، ممكن يتحكم بها من ناحيه الحفظ من ناحيه الحذف. بالتالي انا شفت هذه الميزتين مع بالبرنامج هي اكثر من ميزتين، انها سهله وايضا ما تتطلب وصول الى الملفات. انا هشرح هاي الميزه مثل ما تلاحظون اللي علامه الصح اللي هي جوجل ميت اتندنس، مجرد اضغط عليها بهذا الشكل تلاحظون نعم هنا ما اخذ عندي. بالتالي اني يعني بعض الاحيان يصير عندي العفو ضعف بالانترنت، او بعض الاحيان البرنامج اني ما يشتغل عندي، بالتالي اني شو اسوي؟ اني بهذه الحاله احاول ايش اغلقه وممكن ارجعه، واني حستخدم هاي الميزه الثانيه، هذا الميت اتندنس كولكتر اللي هو تجميعه، اللي هي الميزه الثانيه اللي حيشرحها استاذ علي. انا حشرح هاي الميزه على مود للسهوله، نختصر وقت. بالتالي هذا طلع لي ميت اتندنس كولكتر، هو تجميع حضور او تسجيل الطلبه. لا تلاحظون في بعض الاحيان تظهر عندنا مشكله انه هذا الممبر او الاعضاء الموجودين في المحاضره ما يتطابق مع العدد اللي موجود عندي بالواقع. بالتالي انا حتى اخلص من هذه المشكله
بعض الأحيان يقول الطالب أنا كنت موجود وما سجلت حضور الأستاذ، بالتالي أنا ممكن أتخلص من هذه المشكلة. إذا تلاحظون هنا أكو كلير، إذا تلاحظون هذا الرقم من أسوي له كلير أو أنه مسح، أو أنا على مود إيش أعيد احتساب الطلبين الموجودين، وكأنما أنا شلون بالمحاضرة التقليدية بعض الحضور عفوا الطلاب يحضرون متأخرين عندي، وأحاول أنه بنهاية المحاضرة أو نص المحاضرة أخذ الحضور حتى أضمن جميع الطلبة أنا سجلتهم بورقة الحضور. فأول شيء أسوي له كلير، بعد أنه ما سويت له كلير أسوي له ريسكان، وكأنما أنا أقول دا أريد أعيد حساب الطلبة من جديد. بالتالي تلاحظون يظهر عندي شريط، ومن يتطابق عندي هذا الرقم مع الحاضرين معاي بهذا الشكل أقول له أنه start monitoring، أو أدي حل آخر من هنا أقدر أقول له scan and download. مجرد الضغط عليه راح تلاحظون راح ينزل لي هنا ملف بهذا الشكل، هذا الاكسل، وتلاحظون هنا ممكن انا اعدل عليه اي اشياء. ده تلاحظون هذا الحاضرين عندي يعني بصورة مبسطة، وعدد الحاضرين مهما يكون ينطيك اياه. وممكن انه اني مثل ما تلاحظون انه ممكن اريد اسوي من اليمين الاسماء لليسرى، الاشياء ممكن تعرفوها اشياء بسيطة جدا وممكن تطبيقها بصورة بسيطة. حاليا أنا تقريبا ذكرت أغلب يعني العفو المزايا اللي أنا تخصني، وحاليا ألتقل بالمايك والصورة إلى الأستاذ علي عدنان ليكمل بقية المزايا. تفضل أستاذ علي. شكرا زميلي استاذ حيدر على ما قدمته من مجهود، وشكرا للدكتور يوسف على المقدمه، ونشكر اساتذتنا الحضور. اكمل ما بداته، حقيقه هي الاضافات يعني كثيره، وهي الاضافات متعلقه بالجوجل كروم، ارتباطها الاساسي بجوجل كروم، فمو بس برنامج الميت، برامج كثيره كلها بها اكستنشن، بها اضافات. فاحنا بدنا نعتمد على اضافات الميت لحاجتنا لها بهذا الوقت، وبدينا نبحث بها، وطبعا هي اضافات كثيره مثل ما قلت في البدايه، واضافات قابله ايضا للتحديث. يعني ممكن هذه اليوم شرحت مزايا، باشر عقبه تجي اضافات غير هذه الاضافات، وهم نحتاج الها الى محاضره اخرى. راح اكمل اللي عندي من اضافات ايضا مهمه، ممكن انتم براحتكم اساتذتنا شوف اي من الاضافات تعتمدوها. إذا تحول لي لشاشة البث أستاذ حيدر. إذا واضحة الشاشة يمكم أساتذتنا. أستاذ حيدر الشاشة طلعت مع العرض؟ حاليا ما موجودة، بدي أتحمل أستاذ علي. حاليا إي ظهرت. استأثر أستاذ علي يعني. عندنا الإضافة اللي راح أكملها اللي هي إضافة أيضا لحضور الطلبة اللي هي جوجل ميت أتندنس، أيضا تنزل بنفس الطريقة اللي شرحها أستاذ حيدر بالبداية. وتحملها وتقدر تضيفها ايضا هنا بالاضافات، تسوي لها بن تصعد لي فوق عندك وتقدر تتحكم بها. هذه الاضافه شويه بها تفاصيل كثيره، مثل هذه الساعه انا مسوي تجربه لحضور الطلبه بالمحاضره السابقه، جربتها بهذا البرنامج. البرنامج مجرد ما اضغط على الصح راح يتفعل عندي، يبدي يحسب لي الحضور المتواجدين بالمحاضره، كل طالب شو وقت حضر وش وقت طلع وش وقت انقطع عند النت. اول شغله احتاج اسويها اسوي اعدادات البرنامج، انا هذه الاعدادات الافتراضيه اللي معتمدها enable by default، يعني كل ما افتح ميت كل ما يبدي البرنامج يشتغل ويسجل لي حضور، وورا ما انهي الميت راسا ينزل لي قائمه بالطلب الحضور واوقات حضورهم. اللي يهمني كلش قد تحب البرنامج يسوي تشيك كل 10 ثواني يتاكد انه اكو طلبه دخلوا اكو طلبه خرجوا، وانا خالي على الديفولت كله 10 ثواني. الجنريت ريبورت التقارير اللي يحدثها البرنامج
اللي تحتاجها، يقدم لي نوع من التقارير، نوع اشبه بالصفحه العاديه شلون نقول الوورد، ونوع اشبه بصفحه خلينا نقول صفحه الكروم، صفحه الانترنت. هاي حلوه، هاي اللي تنطيني تفاصيل اكثر، تنطيني تفاصيل اكثر من هاي السي اس في. هذه كلش مهمة، فأنا مفعلها اثنيناتهم حتى أستفاد من التقرير. أوتو سيف هو البرنامج يسيف لي القائمة، وعندك الماكس نيمز يعني ايش قد تحب الحضور والصفوف يكون بيها موجود، أنا يعني خاله هو على أعلى شيء، كلها على إعدادات الافتراضية. هاي ما تحتاج أنت أساتذتنا تشتغل عليها، إذا ما كان عندك أي تغيير ببالك خليها على الديفولت. عندك هنا قائمة مثل أسماء الطلبة، إذا أخلي أني مثلا دخلت حضور بأي محاضرة، كملت المحاضرة، راح ينزل لي تقرير، التقرير ينزل يتحمل عندي، راح يطلع لي بهذا الشكل، هذا التقرير مثل ما تشوفوا حضراتكم. المحاضرة بديتها خلينا نقول 9:25، هذه الطالبة إذا تشوفون اللون الفاتح الأخضر معناتها كانت فاصل خلينا نقول عندها النت، بعدين رجعت تواصلت الطالبه، هذا الاخضر اللي نسميه الطوخ خلينا نقول بالعاميه، هذا معناتها الطالبه متواصله، وهذه رجعت انقطعت ورجعت اتصلت. هاي هنا تقدر تعرف يعني تسلسل تواجد الطلبه حسب الوقت. هذا التقرير الاتش تي ام ال اللي قلت لحضراتكم عليه بالبدايه. هذه عندنا اعدل لستة الكلاس، اذا تحتاج انت طريقة عرضها شلون تحب يعرضك اياها هيك بالديتيلز كاملة، او تحبها هيك مختصرة. هنا تمسح الصفوف، اذا كنت مسوي اكثر من صف تمسحها بكل بداية كل محاضرة، تمسحها حتى يسجل لك مع الصف الجديد. هذه تمسح الاسماء، تصفرها كلها، تصفر الاسماء قبل لا تدخل، حتى شنو؟ حتى يكون صف جديد ويسجل حضور جديد للطلاب، لانه اذا عفتها من تخرج من صف وتدخل بصف ثاني راح يسجل لك مال صفين، راح يكون بنفس القائمه، فحتى ما تصير عليك دوخه دائما صفرها مثل ما قلت لك من هنا تخلص عندك. هذه ما يخص هذه الميزه بشكل سريع، طبعا بها تفاصيل هوايه بس هذه الاشياء اللي تهمنا من عندها. عندنا الميزه الاخرى المهمه اللي مفروض ايضا نسويها قبل ان نسجل حضور، اللي هي جوجل ميت جريد فيو. هذه تظهر لي او اقدر اراقب واشوف كل الطلاب الموجودين وحاضرين، رغم انهم ما فاتحين يعني كاميرا وما اخليهم يفتحون مايكات، بس كلهم يظهرون قدامي على الشاشه، حتى البرنامج او البرامج تقدر تسجل حضورهم من دون ان تخفي اي واحد من عندهم. طبعا ايضا بمجموعه من الاوبشنز، مجرد انه اضغط عليها Enable Grid View معناتها تفعيلها للخيار، تفعيلها لهاي الإضافة والخاصية. هذا الخيار يظهر لك المشاركين والحاضرين اللي إذا يشاركون فيديو. الخيار الثاني اللي هو Highlight Speakers، هذا اللي يسوي شلون نقول يوضح أكثر أو يركز أكثر على اللي قاعد يحجون أو قاعد يتفاعلون. هذا الخيار يظهرك ضمن مع اسماء الطلاب مع صور الطلاب، وهذا يظهرك اياه حسب ما خلينا نقول الوضع الافتراضي، تقدر كلهن تخفيهن، تخلي بس هذا الخيار Enable Grid View، وراح تظهر عندك مثلا عندك 45 طالب 40 طالب كلهم حيظهرون عندكم على الشاشه. هذه الاضافه الثانيه اساتذتنا. الاضافه الثالثه اللي بعض الاساتذه هم سالوا عليها بمحاضرات سابقه، قالوا اذا انا اريد اشرح واريد اشوف الطلاب بنفس الوقت، يعني افتح نافذتين، نافذه اشرح من عندها ونافذه اخرى اراقب بها الطلاب، اشوف المتواجد، اشوف اللي طلع، اشوف اللي رجع دخل. فعندي هاي الميزه اللي هي دول ليس سبليت مارج ويندوز، هم تنزل نفس الطريقة أيضا تسوي لها تثبيت وإضافة، راح تنزل عندك هنا بالإضافات، تقدر تصعدها مثل ما تفضل زميلي أستاذ حيدر، مجرد تضغط بن تصعد لي فوق يمك حتى تقدر تستخدمها بسهولة. مجرد ما أضغط عليها حيقول لي شلون تحب حجم العرض يظهر، شاشة صغيرة شاشة كبيرة، بالعرض
شاشة فوق شاشة جوا، أنا أفضل هذه. إذا تشوفون أساتذتنا راح تظهر عندكم بهذا الشكل. زين، شلون أعرض للطلاب؟ راح أرجع على البرنامج مال تلميت، مشاركة عرض. هنا ما اختار الشاشة بكاملها، يعني عندي نافذة انا اشتغل بيها والنافذة الثانية اللي اشرح بيها للطلاب، فلذلك راح اختار مشاركة نافذة. ايش عندي انا يعني كم نافذة؟ عندي نافذة الفصول الدراسية، نافذة الميت اللي هو اصلا قاعد انا اشرح بيها، والنافذة الخاصة بالبرنامج هاي الفري كونفرنس. فراح اختار انا النافذة هاي، بس هذه اللي اريد يطلعون عليها الطلبة ويشوفوها. يعني المشاركة حتصير بهذا الجانب، الطلاب حيشوفون أي شغل أسويه، أي قائمة أضيفها، أي فصل أفتحه، حيشوفون هذا الجانب. بينما هذا الجانب شنو أسوي به ما راح يظهر للطلاب. أتمنى تكون وضحت الفكرة لأساتذتنا، إضافة إلى أنه عندي بعض المزايا الأخرى اللي ممكن يحتاجوها بعض اساتذتنا وممكن تكون ما مهمه لهم، مثل اللي نسميها جوجل ميت بوش تو توك. هذه فكرتها انه تخلي زر السبيس بالكيبورد هو اللي يفتح ويسد المايك. مثلا صارت عندي ضوضاء بالخلفيه، دخلوا تعرفون حضراتكم اطفال، دخل احد علي، راسا اقدر اضغط السبيس بمكان ما احتاج اروح على اغلاق الميكروفون عن طريق الماوس، مجرد بالسبيس يصير عندي فتح واغلاق للسرعة فقط. عندي اضافات اخرى مثل اضافة الوقت، هذه ميزة تضيف وقت، يعني تريد تحسب وقت محاضرتك جوجل ميت كول تايمر، تحسب محاضرتك تنطي وقت 45 دقيقة، راح يقول لك انتهت عندك ال 45 دقيقة، يظهر لك هنا عداد فوق و تنتهي المحاضرة، راح تعرف ان وقت المحاضرة انتهى حتى ما تتجاوز على محاضرات اخرى. نفس هذا العداد اللي قاعد يشتغل عندي، تنطي تايمر ايش قد انت تحتاج وقت. انا خالص مثلا 120 دقيقة يعني ساعتين، راح يبدي يحسب لي من تخلص الساعتين يقول لي خلصت عندك الساعتين. هاي تقريبا يعني خلينا نقول اهم الاضافات اللي توصلنا اليها بهذه الفتره اساتذتنا. ان شاء الله اذا اكو تحديثات او اضافات اخرى ان شاء الله هم نكون حاضرين ونوصلها احنا او اساتذتنا الباقين، ان شاء الله ما يقصرون. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم وتواصلكم. استاذ حيدر ارجع لك، ودكتور يوسف كذلك. شكرا استاذ. طبعا راح نترك مجال للأسئلة بنهاية المحاضرة، وراح نفتح اللي هو Q&A اللي هو أسئلة وأجوبة، راح نفعله بنهاية المحاضرة. نعم. اللي عنده استفسار راح يأشر على Q&A، راح يصير عندنا السرة مال تعقب الأسئلة مالتكم.